يقول: قدمنا من عمان وأحرمنا من ذو الحليفة واعتمرنا ولله الحمد، ولنا أموات من الأقرباء، هل يجوز أن نعتمر عنهم ومن أين نحرم؟ نعم، يجوز لك أن تؤدي عمرة عن قريبك أو عن أحد من المسلمين، ولكن لا تحرم من مكة، وإنما تخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو الجعرانة أو عرفة، تخرج خارج الحرم تحرم بالعمرة لنفسك أو لغيرك، ولكن بقاؤك في مكة أفضل من الخروج لأداء عمرة، لأن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام، الصلاة الواحدة في الحرم عن 100,000 صلاة لما سواه، وكونك تبقى في المسجد الحرام تعتكف فيه وتقرأ القرآن، تطوف بالبيت، تصلي الصلوات الخمس، هذا أفضل أنك تروح تجيب عمرة. والذي تريد أن تعتمر عنه إذا جئت مرة ثانية من بلدك تنويها لذلك الشخص، هذا أحسن وأتم.